أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المرسلات عرفا 是以分派传达佳音 فالعاصفات عصفا 如猛烈吹动者الناشرات نشرا 是以传播各物 الفارقات فرقا 而使之分散 فالملقيات ذكرا 乃传授教训者 عرا أو نذرا 是以示原谅或警告者经 إنما توعدون لواقع告你们的事是必定发生的。当星宿暗淡的时候，当天体破裂的时候，当山峦飞扬的时候，当众使者被定期召集的时候，限期在哪日呢？在判决之日。你怎能知道判决之日是什么？ويل يومئذ للمكذبين 在那日伤灾否认真理的人们 ألم نهلك الأولين 难道我没有毁灭先民吗 ثم نتبعهم الآخرين 随后我使后民随他们而消灭كذلك نفعل بالمجرمين 我将这样惩处犯罪的人 ويل يومئذ للمكذبين 在那日伤灾否认真理的人们 ألم نخلقكم من ماء مهين难道我没有使大地成为包罗活物和死物的吗？أن نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا 我曾在大地上安置许多崇高的山峦，我曾赏赐你们甘美的饮料。ويل يومئذ للمكذبين 在那日伤灾否认真理的人们 انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون 你们去享受你们所否认的刑罚吧انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب 你们去享受有三个叉的阴影吧 لا ظليل ولا يغني من اللهب 那阴影不是阴凉的不能遮挡火焰的热浪إنها ترمي بشرر كالقصر那火焰喷射出宫殿般的火星 كأنه جمالة صفر
好像离黑的骆驼一样。ويل يومئذ للمكذبين 在那日伤灾否认真理的人们 هذا يوم لا ينطقون 这是他们不得发言之日 لا يؤذن لهم فيعتذرون 他们不门许可故不能道歉ويل يومئذ للمكذبين 在那日伤灾否认真理的人们 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 这是判决之日我把你们和先民集合在一处فإن كان لكم كيد فكيدون 如果你们有什么计谋你们可对我用计 ويل يومئذ للمكذبين 在那日伤灾否认真理的人们 إن المتقين في ظلال وعيون敬畏的人们必在树荫下清泉之滨享受他们爱吃的水果将对他们说你们曾经行善顾你们痛快的饮食吧إنا كذلك نجزي المحسنين 我必定这样报仇行善的人们 ويل يومئذ للمكذبين 在那日伤灾否认真理的人们 وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون你们暂时吃喝享受吧你们却是犯罪的人在那日伤灾否认真理的人们有人对他们说你们当鞠躬他们不肯鞠躬ويل يومئذ للمكذبين 伤灾否认真理的人们 بأي حديث بعده يؤمنون 除古兰经外他们要信仰什么文词呢